شو هي وعود الفلك لمواليد العذراء بالأسبوع الأخير من شهر آب أغسطس 2022؟ يا عزيزي، ابتداء من التليدة بتراجع كوكب نبتون، وهالشي بيعني بعض الجمود بحياتك الشخصية. بس قول التليدة يعني التليدة 23 من الأسبوع الأخير. بس انتقل إلى الجوزاء كوكب مارس، وهالشي بخليك بعلاقاتك العاطفية تنتصر على كل شيء. كوكب مارس بتاريخ 21 بعكسك، وبيبلبل شوي الأجواء، بتكون مرهف الحس بين 23 و24، ويمكن تلعب الوالدة أو امرأة فاعلة دور بتوجيهك. إذا أمنت بنفسك ومن بعد ما تمرق هالفترة بتحقق المعجزات بين الخميس 25 والسبت 27. بيكون الأحد 28 والثنين 29 هن اليومين الأفضل لك حاليا، بتبرهن عن حسك القيادي وقدرتك على الإدارة، وبتستقطب الإعجاب والاحترام، وتتاح لك فرص لازم تعرف أنك تقطفها وما تهملها من هلأ لنهاية الشهر. إذا غطست بذكريات وشعرت ببعض الالتباس بين الخميس والسبت 25 و27، ساعتها لازم تعرف أنك بتسترجع الثقة بنفسك الأحد 28 لما يكون القمر جديد بالأسد، تظهر عن قدرتك بالعمل وربما تبرز مواهبك، وبتتلقى تهنئة أو بتتواصل مع بعض الأشخاص لإنجاز تجاري أو مادي آخر يومين من الشهر بين 33 والأربعة 31، حيث القمر في الميزان وفينوس بالأسد بمنزل المال بالنسبة لإلك. بعض مواليد العذراء بيستأنفوا عمل توقف في السابق، أو بيسيروا بالطريق المرسوم سابقا واللي تعرقل شوي، أو بيلاقوا مبتغيهم عن عمل أو وظيفة أو ترقية أو مكانة أو موقع أو منصب، وهالشي بآخر كم يوم من الشهر.